وصلنا وياكم لفقرة السينما اللي من خلال هذه الفقرة نستعرض على حضراتكم مشاهدينا الكرام الأفلام التي تعرض في دور السينما سواء المحلية أو العالمية بشكل عام. نبدأ معاكم مع أول فيلم بعنوان إليمينيتورز. تدور أحداث الفيلم حول عميل فيدرالي أمريكي سابق. ما زلنا أكيد مستمرين معكم وفيلمنا الآخر بعنوان روك دوغ، وهذا الفيلم تدور أحداثه حول أحد الكلاب حيث يسقط مذياع لينتهي بين يدي الكلب، ومن هذه النقطة ينطلق الكلب في رحلة طويلة من أجل تحقيق حلمه بأن يكون فنان موسيقي، مما يدخله في سلسلة من الأحداث الغير متوقع. بعنوان هيدن فيجر، بينما تتسابق الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي السابق في سبيل الوصول للفضاء، تكتشف ناسا مواهب غير مستغلة في مجموعة من عالمات الرياضيات الإناث صاحبات الأصل الأفريقي، والتي كنا بمثابة العقل المدبر وراء واحدة من أكبر عمليات غزو الفضاء في تاريخ الولايات المتحدة. الفيلم من بطولة تارجي بي هنسون وأوكتافيا سبنسر وغانيل موناي. With the launch of the Russian spy satellite, the president is demanding an immediate response. Running from the man. Space test group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. You and I are different from each other. This is about inventing the math, because without it, we're not going anywhere. Yes, sir. That's John Glenn. What do you gals do for NASA? Calculate your launch in hand. وآخر فيلم لليوم مشاهدينا بعنوان جولد، استنادا إلى قصة حقيقية. الفيلم حول صديقين وهما كيني ويلز ومايكل أكوستا، اللذان يتجهان في مغامرة إلى الأدغال الأندونيسية للبحث عن الذهب، وما أن يجدا الذهب هناك حتى يصيرا من الأثرياء. إذن مشاهدينا هذه كانت أفلامنا لليوم. إذا حابين تعرفون المزيد من التفاصيل عن كل ما يخص عالم السينما والممثلين، بإمكانكم أكيد متابعة برنامج سينما 7 اللي يعرض على قناة الشارقة الفضائية، راح يعرفكم بالتفصيل عن عالم السينما العربية والعالمية.